السلام عليكم مدرب السياقة بلغازي شعيب. كما شفتوا غنتكلم معكم بصراحة بترغيب وتحذير شوية ديال التخويف، لأن بعض المرات خص الواحد يتزعزع باش يرجع شوية اللور، لأن شحال من مرة كنشوف المشاكل ديال الحوادث ديال الستوب ولا الضوء كما شفتوا في المقطع. والسبب كما قلت إما الضوء أو الستوب، وأنا مسبقا فصلت في الدرس 13 و 21 كيف وفين توقف في الضوء و ستوب، وحتى كيفاش تفراني قبل ما توقف. اولا غير كتولف الحريق تطبع عندك في الدماغ وتولي عندك عاده، يا الضوء يا ستوب تحرقهم. غادي تركزوا معايا مزيان واسمعوا اش نقول. الضوء و ستوب تتعلم بالمثلث، ومباشره خصك تجمع راسك لان غادي تلقاهم، اما تلقى ستوب او الاضواء الثلاثيه، يا تيكون خارج مدينه او اطراف مدينه الا كان تيخص الضوء. وهنا كتحدد السرعه بالعلامه او ما تتكونش، ولكن انت وسط المدينه كتعتمد على الرؤيه المباشره، لان اصلا السرعه تتكون محدده وتبقى لك تكون منتبه. الضوء وقف، يا تينجي يا تيرزي يا تيفني، هما بزوج مصاصي دماء السائقين والراجلين. فاش تقرب ليهم تتكون خص تكون عندك نية ديال مسبقة للتوقف، وهذا هو الأهم. خص تكون عندك نية مسبقة للتوقف وهذا هو الأهم. وإلا ما عندكش يا غادي تظلم راسك ولا غادي تظلم الغير. وإلا ما كانش عندك ضوء أو ستوب ماشي من جهتك، ما تطيق في أي واحد، حيد الكسيراتور وتنبأ أنه يقدر ما يوقفش. وهذا الشيء دائما كنوصي عليه بزاف، راه شحال من واحد كانوا ليه سباب وشحال من واحد هو كان سباب. إذن يا توقف بالسلامة ولا الزربة والندامة. في المكان ديال التعاريق غادي تكتبوا ليا شنو السبب اللي تيخلي السائقين ديال العربات والدراجات النارية ما يوقفوش، غادي تجاوبوني. وفي درس اخر غنعطيكم السبب الحقيقي اللي تيخلي السائقين بصفة عامة البعض منهم تيحرق ستوب ولا الضوء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.